أولمبياد طوكيو 2020، فريق الولايات المتحدة الأمريكية، الجمباز الفني للسيدات الفصل 7x5 خروج 118، الجمباز دوبون، ولاية واشنطن 98327، الحلقة 1، الأول من مارس 2021. امتلأ مرفق الجمباز أي 5x118 بالعاملين في وسائل الإعلام الإخبارية الرياضية ومعداتهم الضخمة والكابلات التي لا نهاية لها بألوان قوس قزح الموصولة بمعدات من جميع الأنواع والأحجام المستخدمة للبث للجماهير في أرض التلفزيون. حققت أي 5x118 للجمباز رقما قياسيا مرموقا في إنتاج الرياضيين الأولمبيين، والتي اشتهرت بها. حصل جميع الأعضاء الثمانية في مجموعة ليليان على فتحة في فريق أولمبياد طوكيو 2020 بالولايات المتحدة الأمريكية في الجمباز الفني للسيدات. تم اختيار 3 من مدربين للمشاركة مع المدربين الآخرين الذين تم اختيارهم لتدريب أعضاء الفريق الرسمي. كانت الومضات البيضاء من كاميرات الأخبار والأضواء الحمراء التي تنتشر في أجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بهم هي الوضع الطبيعي الجديد. منسقنا الإعلامي اللانسة كريكلوف كان يعمل في وضع جنوني. كان لابد من الموافقة على جميع الأمور المتعلقة بوسائل الإعلام التي تشارك فيها لاعبي الجمباز لدينا. يبدو أنها تعمل 24 ساعة في اليوم. مكثت وتنام في صالة الألعاب الرياضية. وقد أثرت الاضطرابات في روتينهم المعتاد بشكل كبير على المتدربين الآخرين. أولاً، أصبحت مساحة التنفس وغرفة الكوع من الرفاهية الآن. تم إصدار بعض الإجازة من قبل الموظفين لمجموعتنا المكونة من 20 جولة وكل متدرب آخر في المنشأة. بدأ التدريب الرسمي للفريق الرسمي في مرفق الجمباز أي 5x118 الذي امتد إلى أماكن أخرى بما في ذلك مركز التدريب على الألعاب الأولمبية الأمريكية في كولورادو سبرينغز كولورادو. الغالبية العظمى من أعضاء مجموعتنا ذهبوا في إجازة مع عائلاتهم. كان من النادر للغاية أن يحصل المتدربون على إجازة، لذلك انتهزت عائلاتهم وأولياء أمورهم هذه الفرصة لقضاء إجازة. تيان تيان، ياسمين. تمشيت أنا وكيم في المكتب الأمامي، على أمل أن يلاحظنا موظف الأخبار الرياضية. حتى الآن، لم يفعلوا ذلك. تم إيلاء كل الاهتمام لأولمبياد 2020. عبرنا عن نوايانا من خلال ملابسنا. كنت أرتدي فستان سهرة مطبوع عليه شعار وتميمة أولمبياد طوكيو 2020. كان شعري مربوطا برباط رأس يحمل طابع الألعاب الأولمبية، امطاقا مع جواربي وصنادل. ارتدينا جميعا ابتسامات واسعة جيدا وتظاهرنا بالحماس تجاه ما يجري. كانت تيان تيان ترتدي سروال جينز ممزق في الركبة وقميص ألعاب 2020 وعقال مع رسم للجسم مكتوب عليه 2020 على فحصها الصغير وأولمبياد على خدها الأيمن. كانت ياسمين ترتدي سروالا قاصرا وأحذية وجوارب وقميصا بطابع الألعاب الأولمبية. لقد ذهب كيم كل شيء. كانت ترتدي سروالا قاصرا من ألياف لدنة على شكل الألعاب الأولمبية وحمالة صدر للركض، وقد رسمت الجزء الأوسط منها باء أولمبياد طوكيو 2020. حتى الآن، لم نتلقى أي اهتمام. كان المذيعون الرياضيون مهتمين بالطاووسين المتباهرين أكثر من اهتمامنا نحن الأربعة. لقد جعلنا أنفسنا معروفين وظاهرين، لكنهم رفضونا باعتبارنا متحمسين للغاية. إما أنهم لم يشتروا حماسنا المصطنع أو أنهم لم يهتموا بأي شيء آخر غير أولمبياد 2020. نحن لم نستسلم. أصررنا.
قبل ساعات قليلة من بدء أول تدريب رسمي فعلي لأولمبياد طوكيو 2020، كنت أنا ومجموعة من 14 وعدا آخر يتسكع في مكتب السيدة همفري. كانت هي والعديد من مساعديها مشغولين بتجميل 14 لاعبة جمباز. كنت أساعد أحد المساعدين أثناء عمله في جانس، أحد أسلافنا. رفعت مرآة صغيرة أمام جانس. كانت ترتدي ملابس الإحماء الرسمية لفريقها. قالت لي: لم تذهب في إجازة مع عائلتك كما فعل زملائك في الفريق الآخر. قال لها: لا، لقد استنفد والدي أيام المرض وأيام الإجازة منذ شهور. بجانب جانس كان أحد المساعدين يقوم بتزيين ميلا، سلفنا الآخر. رفعت كيم مرآة صغيرة أمامها. قالت ميلا لكيم: أشعر بالسوء لأنك تقضي إجازتك هنا في القيام بذلك. أليس لديك أشياء أفضل لتفعلها؟ أجاب كيم على الفور: لا يوجد شيء آخر أكثر أهمية من أن تكون فيدا لأحد أولمبياد طوكيو 2020. سيحدث هذا مرة واحدة فقط في حياتي، بعد ذلك كل شيء آخر يمكن أن ينتظر. ماريا إيروين، التي كانت السيدة همفري تعمل عليها مع كوبي، رفعت أمامها مرآة صغيرة. قالت لكوبي: شكرا للمساعدة. كوبي: لطيف جدا منك. أجاب كوبي: فقد أفضل ما لدي في أولمبياد طوكيو 2020، لأن هذا لن يحدث إلا مرة واحدة في حياتي. كان أي من أعضاء فريق أولمبياد طوكيو 2020 المكون من 14 عضوا والذين انتهوا من العناية بشعرهم ومكياجهم يجلسون وينتظرون ويلعبون على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية. بعض الفتيات من مجموعتنا المكونة من 20 جولة قد قاموا بتلبية احتياجاتهم وتدليلهم. كان تيان تيان ينظف بياتريس جونز ويصفف شعر بياتريس. كيف كانت السيدة همفري تفعل شعرها على مر السنين من الذاكرة؟ إما كانت ذاكرة تيان تيان سيئة أو كانت تفتقر إلى مهارات التجميل. قالت بياتريس لتيان تيان: أنتم يا فتيات لطفات للغاية لتكوني مساعدة. أجاب تيان تيان: لو كنت مكانك لما كنت أتوقع أقل من ذلك. بجانب بياتريس، وضعت سيندي ظلال العيون على منطقة الحاجب ليليان. قالت ليلياني: اشتقت إليكن يا فتيات وهذا المكان بالفعل، ولم نغادر بعد. قال كوبي: سنكون دائما معك بروح. أنهت السيدة همفري مع الأخير من 14 شانون. بعد ذلك بعدة ثوان طرقت إحدى المدربين المساعدين عدة مرات وألقت نظرة خاطفة على رأسها وقالت: الإحماء في غضون 5 دقائق. المدرب هام يريد جميع الرياضيين 14 في منطقة التدريب بحلول ذلك الوقت. وكان المدرب فلورنتين هام هو المدرب الرئيسي. تم اختياره هو والمدربين 6 المساعدين لتدريب 14 لعبا أولمبي. العديد منا سار خلف مجموعة 14، أصبحت غرفة الكوع شيئا من الماضي. امتلأت الممرات بالعاملين في وسائل الإعلام الرياضية. أصبحت الومضات البيضاء من الكاميرات والأضواء الحمراء الوامضة على أجهزة تسجيل الفيديو الخاصة بهم هي الوضع الطبيعي الجديد. رافقت ليانسة بريدلو في 14 لعبا أولمبي لمنع لاعب الجمباز من طرح الأسئلة غير الرسمية من العاملين في وسائل الإعلام، وهي أنواع الأسئلة التي لم توافق عليها. بفضلها، انتقل اللاعبون الأولمبيون إلى منطقة التدريب دون وقوع حوادث ودون توقف للحصول على أسئلة وأجوبة سريعة. قمر مدخل منطقة التدريب بالإعلاميين بوميضهم الأبيض وأضوائهم الحمراء الوامضة. مشينا نحن والأولمبيون جانبا ونجروا أقدامنا. لو كنا نسير بشكل طبيعي لكنا قد داس بعضنا على عقب بعضنا البعض. ناشدت ليانسة بريدلوف: افساح الطريق يا رفاق. لم يستمع أحد.
ظلوا ثابتين، يلتقطون الصور ويسجلون الفيديو لأعضاء فريق الولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد طوكيو 2020 في الجمهورية.